نفض الغبار عنه، ووجهه الأثري أضحى بحلة جديدة. زقاق المتنبي بصمة من بصمات مشروع نهضة بغداد بعد إعادة تأهيله. كرنفال الاحتفال بإنجازه وافتتاحه شهد حضور أمين بغداد ونخبة من المثقفين والفنانين. اليوم هذا العرس الاحتفالي الكرنفال الكبير بافتتاح المتنبي بعد ترميمه وإزالة الغبار عنه، الحقيقة صار لمدة أشهر، 3 أو 4 أشهر، عملنا بجد مع شركائنا في مبادرة تمكين البنك المركزي العراقي، رابطة المصارف العراقية، وجهود أمانة بغداد الموجودين، وهناك فعاليات مجتمعية كبيرة ساهمت في إعمار هذا الشارع المهم. كرنفال الاحتفال تضمن فعاليات عدة، من بينها مسيرة للدراجات الهوائية ومسيرة أخرى للسيارات الكلاسيكية، إضافة إلى عرض لمسرح الشارع وفعاليات أخرى، ليعود زقاق المتنبي ينبض من جديد وسط تفاؤل شعبي بإعادة تأهيله. افتتاح كل جميل، ونشكر أمانة بغداد مجددا وبرعاية السيد رئيس الوزراء على الافتتاح الجميل، وشكرا جزيلا مرة ثانية وثالثة على هذا الالتفات الجميل لشارع المتنبي. حلو صدق، فشي مفاجئ وصدق رجع لنا الأمل أنه هاي دولتنا بكل المشاكل بيها ممكن نسوي هيك أشياء حلوة، بحيث هسه نصور ونودي صور لأهلنا اللي ما جايين، وأنا صراحة ندمت ما جبت عائلتي وياي. وبعد طوي صفحة زقاق المتنبي، صفحة جديدة ستفتح من مشروع نهضة بغداد في شارع الرشيد لإعادة تأهيله هو الآخر من ساحة الميدان إلى ساحة الرصاف كمرحلة أولى. انتهت الفعاليات، وبانتهائها أكسي شارع المتنبي ثوباً جديداً أعاد له الروح ومحى الصورة القديمة بجديدة لإحدى أبرز الأزقة التراثية في مدينة السلام. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.